تزاد سنوات وسنوات على الموت ديال سيدنا آدم، وتزاد سنوات لأعمار النجوم، وتغيرات في الأرض شحال من حاجة، وتبقى القانون العام سيطر النسيان على وصية آدم. رجعت الخاطئة القديمة للواجهة المرة الثانية، خاطئة النسيان، ورجعت هذه المرة بشكل مختلف. فقبل ما يتولد نوح عاشوا 5 رجال صالحين من أجداد قوم نوح، عاشوا مدة من الزمان وماتوا. كانت الأسماء ديالهم هي ود، سواع، يغوث، يعوق ونزرة. بعد الموت ديالهم وفي مجال الذكرى والتكريم صنعوا لهم التماثيل باش يبقاو يتذكروهم. وداز سنوات وماتوا دوك الناس اللي حتوا التماثيل، وجاوا ولادهم وماتوا وجاوا ولاد ولادهم، وتنسجات الأساطير الخرافية والميل البدائي في عقل الإنسان قصص وحكايات على دوك التماثيل، وبدات كتعطيها واحد القوة خاصة واهتمام كبير. وهنا إبليس شاف هذه الفرصة دايزة محداه وبدا في خدمته، بدا كيوهم الناس باللي هذه التماثيل آلهة كتمتلك المنفعة، وبداو الناس كيعبدوا في هذه التماثيل. فشكل الحياة ملي بدات عبادة الأصنام في الأرض ما كاينينش شي مصادر موثوقة، ولكن اللي كنعرفو هو واحد القانون العام ملي كيبداو الناس في الشرك، وفي اللحظة اللي كيخلي فيها الناس عبادة الله وكيبداو يعبدوا في الأصنام كيموت روح الجمال في الأرض، وكتولي الرذيلة هي السيد الحاكم، وكينهزم الإنسان من الداخل ديالو وكيتخلخل العقل البشري، وكيزيد في ظلم الظالمين وذل المظلومين، وكيزيد كذلك فقر الفقراء وغنى الأغنياء. وهكذا فالكفر بالله أو الشرك به كيحطم العقل وكيزيد في الفقر. نوح كان هو العقل الوحيد اللي مختلف على ذاك الخراب الجماعي اللي كيتمثل في عبادة غير الله. يعني نوح بمقياس الفكر كان ثورة فكرية، وبمقياس الذكاء كان قمة شامخة، وبمقياس العظمة أعظم إنسان في العصر ديالو. نوح ما كانش ملك في القوم ديالو ولا رئيس عليهم ولا أغنى واحد فيهم، يعني العظمة كتختلف على الملك والغنى والرئاسة، وكتمثل هذه العظمة في نقاء القلب وطهارة الضمير وقيمة الأفكار اللي كيحملها العقل وقدرة هذا العقل على تغيير الحياة اللي دايرة بها. نوح قبل البعثة ديالو للناس كان مؤمن بالله على الفطرة، وكان نوح وقت ما فاق ولا نعاس ولا شرب ولا كلا شي حاجة ولا لبس شي حوايج كان كيشكر الله وكيحمدو وكيذكر نعمات ديالو عليه. ولهذا قال الله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. واختار الله العبد ديالو الشاكر ورسلو نبي القوم ديالو، وخرج نوح عند القوم ديالو وبدا الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبهذه الجملة المختصرة وضع نوح القوم ديالو قدام حقيقة الألوهية وحقيقة البعث، باللي كاين إله خالق واحد وكاين موت ثم بعث ثم يوم القيامة، وفهمهم باللي الشيطان خدعهم زمن طويل وباللي جا الوقت باش يتوقف هذا الخداع. وبدا كيعاود لهم على تكريم الله للإنسان وكيفاش خلقه وكيفاش منحو الرزق وعطاه النعمة، وبداو الناس كيتصنتوا ليه صمت، وكان كلامه صدمة ليهم بحال شي واحد ناس حدا شي حيط، إذا تحيط قرب يطيح عليه وجيتي نتا وفيقتي غادي تخلع هذا الانسان وغادي يطلع عليه الدم واخا انت بغيتي يرتعدو. بعد هذه الدعوة ديال نوح القوم ديالو تفرقوا لجوج جوايه، فالدعوة قصد قلوب الضعفاء والفقراء والبؤساء وبداو كيحسوا بالرحمة، اما الاغنياء والاقوياء والحكام تأملوا الدعوة بعين الشكل بارد. وفي ديك الاوضاع اللي كانوا عايشين فيها كانوا كيستفتوا بزاف، وشافوا بالليلة تغيرت هاد الاوضاع يمكن يخسروا، وهنا بداو الحرب ديالهم ضد نوح. وفي البداية اتهموا نوح بلي هو غير بشر بحالهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وجاوبهم نوح بلي الله كيرسل الأرض رسول من البشر، حيتاش الأرض كيسكنوها البشر، كون كانت كتسكنها الملائكة كون رسل الله رسول من الملائكة. وبدأت الدعوة كتستقبل الفقراء والضعفاء وأهل الصناعات البسيطة، والمعارضين هجموا نوح من هذه الناحية، هجموا في الأتباع ديالو وقالوا ليه تبعوك غير الفقراء والضعفاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهكذا بدا الصراع بين نوح والرؤساء ديال القوم ديالو، وبداو الكفار كيتفاوضوا معاه وقالوا ليه الا بغيتينا نامنوا بك تردوك اللي امنوا بك راهم يرضوا عفاء وفقراء، وحنا راه سادت القوم الاغنياء ديالهم وما يمكنش نجمعوا في دعوه واحده مع وحدين اقل منا. فنوح استمع لكفار القوم ديالو وعرف باللي هير كيعاندو، ورغم ذلك كان طيب في الرد عليهم وفهم باللي ما يقدرش يطرد المؤمنين حيتاش ماشي ضيوف ديالو ولكن هما راه ضيوف الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فكان نوح كيناقش حجج الكافرين بمنطق الأنبياء الكريم الواجه، والنظام الحاكم طلع عليه الدم من هذه النقاشات ومن الجدل اللي كيجادل به نوح. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. وكتستمر المعركة وكيطول النقاش بين الكافرين من قوم نوح وبين نوح حتى سالت حجج الكافرين وما بقى عندهم ما يتقال، وبداو كيخرجوا على حدود الأدب وكيسبوا في نبي الله. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. ساعة من بعد ساعة ونهار من بعد نهار وعام من بعد عام ونوح باقي مستمر في الدعوة ديالو، وفي كل مرة ملي كيدعيهم لعبادة الله كيتهربوا ويسدوا ودنيهم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم
وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح في الدعوة ديال القوم ديالو إلى الله 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني 950 سنة هو كيدعيهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أحد الأيام أوحى الله لنوح بلي ما غادي يأمن من القوم ديالو حتى واحد من غير دوك اللي آمنوا به في الأول، وحى الله لنوح باش ما يحزنش عليهم. وديك الساعة دعا نوح للكافرين بالهلاك. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انتهى الأمر وصدر الله سبحانه وتعالى الحكم ديالو على الكافرين بالطوفان، وبدا نوح كيغرس في الشجر وكيزرعو باش يصنع منو السفينة، وبقى كيتسنى سنوات وبدا كيقطع داكشي اللي كان غرس، وبدا النجارة ديالو وبدا كيبني في السفينة وكيدوزو من حدا الكفار وكيشوفوهم شغل في العمل ديالو، وكاين الجفاف وما كاينش بحر ولا شي واحد، وبداو كيستهزؤوا به وكيقولوا ليه كيفاش غادي تمشي هاد السفينه واش حماقيتي، وبداو يضحكوا بيناتهم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. انتهى نوح من صنع السفينة وبقى جالس كيتسنى أمر الله، وأوحى الله عليه باللي إلا فرط النور يقال أن النور هو بداية ديال البركان، فهذا علامة على بدء الطوفان. وجاء اليوم الرهيب شعل البركان وبدا نوح يقول للمؤمنين به يطلعوا للسفينة، وهبط جبريل عليه السلام للأرض وبدا كيجيب من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنان، وكان نوح صنع لهم أقفاص اللي كيصنع في السفينة. بدا الطوفان وبدا الماء كيخرج من تشققات الأرض اليابسة، وبدات كطيح الشتا بواحد الكمية عمر الأرض ما شافتها لا من قبل ولا من بعد، وغرقت الأرض للمرة الأولى في المياه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. من بعد ساعات ديال الطوفان لما غطى الشجر والجبال وما بقى كيبان والو من غير السفينة ديال نوح، ووقعت بطورة جغرافية، وكيعتقدوا بعض العلماء بلي انفصال القارات وتشكل الأرض في الصورة ديالها الحالية وقع بسبب هذا الطوفان، وصدر الأمر الإلهي للسماء باش توقف عن البكاء ولا الأرض باش تستقر وتبريع الماء، وبصدور الأمر الإلهي عاد الهدوء للأرض وانحصرت المياه عليها وعاد الجزء اليابس فيها كالماء تحت الأشعة ديال الشمس، وهكذا طهر الطوفان الأرض وغسلها. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهبط نوح من السفينة وطلق سراح طيور الوحوش وتفرقات في الأرض، وضع نوح جبهته على الأرض وسجد لله وشكره. وهكذا كتنتهي القصة ديالنا، قصة ديال نوح عليه السلام، وموعدنا في القصة القادمة إن شاء الله.